كيف في مصر يعني نفس العصبية ونفس الخزي يعني مش لا جديدة لا، يعني. هي مش قصة عصبية، اصل دي مش عصبية، ده يعني احنا بنتكلم في اسلوب تحاور مش هو في الملعب. زي ما احنا بنطالب اللعيبة باحترام الحكم، لازم برضو الحكم يحترم اللعيبة ويحترم صحيح. الاجهزة. ممكن بس هو الاجواء في الدوري البرازيلي او في امريكا الجنوبية بيبقى عالي شوية، فممكن يؤدي للكلام ده، ولكن انا متاكد بكره لا، هو مش هيستخدم الاسلوب ده مع اللاعبين المصريين، ده قولا واحدا يعني، لان هو اكيد درس المنطقه ودرس ازاي هو يتكلم معاهم ويدير معاهم، واساسا مش هيبقى فيه لغه للحوار. في لقطه تانية رونالدو مع اندرسون الحكم البرازيلي، وكيف تعامل رونالدو مع اندرسون والعكس بالعكس. انا مش هذا اللقطه. كبير، فلا ده مش مطلوب في التحكيم. يعني في الاخر اللعبه كلها زي بعضها، ما عنديش فرق بين نجم كبير ولاعب موجود في المباراه. التعامل المفروض التعامل واحد، نفس التعامل مع اللعيبه بكل احترام زي ما كابتن ياسر قال. احنا في الاخر زي ما انت بتطالب اللعيب يحترمك، انت مطالب انت تحترم اللعيبه. والاسلوب على فكره مش محتاج في التحكيم تعلي صوتك ويزوق الحكم لا القصه دي مش مطلوبه خالص في التحكيم. بس بالعكس، انت لما تروح في بطولات دوليه وتعمل ده بتاخد عليك نقطه سلبيه مش ايجابيه خالص. يعني هو ما راحش البطولات الدوليه عشان كده ما بكلم اللي هو ما راحش. كابتن ياسر، حضرتك حكمت مباريات كثيره مش في الدوري المصري، ممكن تكون خارجيه في افريقيا. هل كما ذكر الكابتن جهاد ممكن تدرس الفرقتين عاملين ازاي؟ ممكن تدرس طبيعه الامور الشخصيه للفرق، شخصيه للمنتخبات؟ بناخد اكيد طبعا انطباع، وعلى فكره ده دلوقتي بقى خلاص نظام متبع في الكاف وفي الاتحاد الدولي، يمكن جهاد عارف الكلام ده، ان النهارده قراءه اللعب بقى جزء من تكنيك الحكم وكيفية إدارته للمباراة، دراسة الأجواء، بس ما تكونش يعني إيه حاجة سلبية عن لاعب معين أو قرار مسبق. بالظبط كده، عشان ما يودنيش لقرار. يعني مثلا إحنا زمان كنا بنتفرج على كابتن وليد صلاح الدين وعارفين إن هو في منطقة معينة جوه منطقة الجزاء لازم هينام، تمام؟ إنما ممكن هو ينام وهو فعلا مرتكب ضده مخالفة، فأنا ما كونش صورة أو خلفية سلبيه، فبالتالي ما ادلوش حقه. انما لا، لازم نعرف التحركات ايه، ولازم نعرف بناء الهجمه بيبدا منين، ومين اللعيبه اللي بتخرج جوه ال 18، ومين اللعيبه اللي هي بتشوط من بره، ومين اللي بيرفع، لان كل ده كمان هيساعدني في التحركات. لان التحركات دي ايه؟ يعني انا مش هروح مثلا عند خالد الغندور مثلا وانا مستني ان هو هيعمل اوفر، لا، انا عارف ان خالد هيخش جوه ال 18، فلازم انا اقرب ليه وافتح لنفسي زاويه رؤيه وهكذا. لازم يكون الحكم ملم بامور كثيره من كره القدم، لازم مش في التحكيم زي ما ذكر الكابتن ياسر الاوفر، عارف ان كابتن وليد هيقع في ال 18، لازم يبقى الحكم. بص، هو دلوقتي التحكيم بقى في الاتحاد الدولي بيستخدموه كعلم، ما عادش الموضوع يعني قبل كده. احنا كنا بنتكلم على علينا في مصر قبل كده، اول ما ابتدينا كنا الواحد بيجتهد بيتفرج وبيحاول يطلع عشان يتعامل مع الناس. لعيب بيخش جوه يعمل دريبلنج بالكوره، فانت بتحاول تبقى مان تو مان عشان تشوف جوه المنطقه هو دور ركله الجزاء ولا سيميوليشن. القصه دي كنت بتعمل ده بطبيعتك كحكم. لكن في الاتحاد الدولي اللي بتتكلم فيه ده بقى في مدرب موجود في بطوله الكاس العالم، بيجي مع الحكم قبل المباراه ب 48 ساعه يشرح لك التكتيك بتاع الفرقتين، ويشرح لك مين اللاعب المشاغب اللي ممكن يعمل معاك مشكله، ومين اللاعب اللي يخش جوه المنطقه هو دايما بيشتغل في السيميوليشن. بس ده على فكره الانطباع ده يقول لك خلي بالك، مش الانطباع ده بيدوم، لان في البطولات القاريه في الاتحاد الدولي كاس عالم او في البطولات الكاس عالم شباب، فعندك المدرب بيعمل ده، بيقعد معاك باللابتوب بتاعه بيجهز لك. انت عندك خلاص عندك في مباراه معينه فرقه سين وفرقه صاد، فرقتين بيلعبوا بعض، فبيجي لك يشرح لك انت خلاص تمرينك وشغل التكتيك مع المدرب التحكيم، بتروح مع المدرب اللي هو اللي بتاع التكتيك بتاع الفرقتين، بيحكي لك كل حاجه، بيحكي لك الفرقه دي بتشتغل ازاي وبتنقل بتاعها ازاي، شغل الكوره عشان تقرا الملعب بتاعها، وبيحكي لك اللعيبه دي مين اللعيب اللي ممكن يتعبك في الملعب كحكم. الكلام ده بيجهزوه لك قبل المباراه ب 48 ساعه عشان انت خلاص ذاكرت الفرقتين قبل ما تنزل المباراه، فبالتالي انت بتحضر. ده تحضير من ضمن تحضير المباراه، ده بقى موجود كعلم موجود في التحدي الدولي حاليا. دلوقتي عدم وجود الجمهور ساعد الحكام كتير يا كابتن ياسر؟ يعني ساعدهم، بس احنا كنا في الاول وانا واحد من الناس كنت بقول دايما عايزين نشوفهم تحت ضغوط، ودايما بالزبط. عايزين نشوفهم في الاجواء الصعبه، ولكن الحقيقه الحكام الدوليين تحديدا عشان هم اللي بيسافروا، لا هم لعبوا وسط جماهير،
لعبوا وسط ضغوط عالية ونجحوا. بقية الحكام لا لسه يعني لسه طبعا احنا بنشوف 1000 2000، الحمد لله الدنيا زادت بقت 20000، زائد ان في مشكلة عندنا ان الاندية الجماهيرية بقت قليلة قوي. يعني بنتكلم في 4-5 اندية تقريبا، فالماتشات غالبيتها تقريبا بتلعب من غير جمهور. انا اعتقد ان وجود الجمهور بيخلي الحكم يركز اكتر، يبذل مجهود اكتر، عايز يظهر بشكل افضل، يوصل لقرار افضل. يعني وجود الجماهير هو حافز للحكم، مش ضده، بس الحكم اللي سماته الشخصيه متوازنه. اما الحكم اللي سماته الشخصيه ضعيفه لا، ممكن الجماهير تضغط عليه. المدرب بيحضر المباراه، اللاعب بيحضر المباراه، المعلق بيحضر المباراه، المقدم بيحضر المباراه، الحكم ازاي بيحضر المباراه؟ طبعا لازم يعيش المباراه بالمدرب، يعني بيعيش او اول ما بيتعين بالمباراه خلاص انا بقى عندي مهمه رايح اديها، وبالتالي انا رايح المباراه باحداثها بكل تفاصيلها لازم بدرسها وبتكلم مع المساعدين بتوعي ومع الحكم الرابع اللي موجود، لو في حكم فار بيتكلم معاه الكلام ده قبل المباراه، لو مسافرين بره طبعا مع بعض في فندق واحد بنتكلم وبندرس المباراه على الورق، بنتكلم كل حاجه هننفذها في الملعب بنحكيها مع بعض كمحاضره قبل المباراه. ده بيحصل في مصر قبل الماتش بساعه ونص، لكن بره مصر في الفندق والناس موجوده في حكام دوليين، فبنتكلم الكلام ده قبلها بيوم او ده طول طول الايام او طول الايام طول الايام كل الوقت بتتكلم في ده. ده حقيقه. فلا الموضوع بتاخده مهمه رسميه انت رايح تعملها، فبتشتغلها بالورق والقلم زي ما بيقولوا.